بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمنظر عنوان ما شاء الله تبارك الله، تجمعوا الشباب هنا، سوينا لهم هالمشهد لين يطلعون في المنطقة. تمام، وفي شباب لسه موجودة هنا، كلهم طلعوا هنا بينزلون دحين. عبد المشد يستعد. يلا سريع يا شباب، يلا يا شباب رتبوا انفسكم، جاهزين تصوير الان، رتبوا انفسكم، اللي بيطلع يعطي اشاره الخوي، اللي عنده اليد يمين ويسار يشغله يا شباب. من اي مسار يا ابو فيصل؟ والله المسار الصعب انت تعرفه، سهل انت تعرفه، في طريق اسود، في طريق مو اسود، في هنا حصني ترى ساكن في المنطقه خوينا. هنا في حصني دائما لا تعشين ولا شيء يجي، ما جاي من الجبال هذه من فوق ينزل. دقائق دقائق خلى، يلا يلا سريع عبد المشهد اخلص. جات على طبطابك ها، بس لو انك بطل ما تجيني من ورا، تجي من نص هنا. ما شاء الله تبارك الله، المشهد ترى مو سهل طبعا، سهولته من ورا من البدايه هناك، كان تشوفون عند الشباب ذوليك اللي هناك، وبعد كذا كل ما قدم كل ما صعب اكثر. يلا وانطلقوا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا منو؟ ها؟ مين ابو صلاح ذا؟ تبارك الله، كفو يا ذيب، كفو كفو، الله يبارك لك. عز جانا من بعيد في الظل ما يطلع ذا. ها بسم الله الرحمن الرحيم، كيف طلع؟ اللي بعده يا شباب، اللي بعده، تعال يا ابو ايمن، تعال بالله يمسك الجهاز. روح يا ابني روح. والف جي ما شاء الله تبارك الله. كلهم اطلعوا من مشد قدام شويه، 5-6-7 متر. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له يا رب، الله يبارك. تعال انت هنا في الظلمه قاعد، تعال. وعبد المشد ترنح قليلا. هذا مين هذا؟ ها آه يطلع ولا لا؟ غير خطه شفت؟ لا تغير خطك يا اخي. هوا يا سلطان هوا. لا بغير خطه. يا سلطان انت فرنسات تلعب لعب. يا اخي ما شفته شتل كيف؟ نزل هوا، نزل هوا، خلاص ماسك خطك. نزل هوا وامسك خطك. هلا. كيف هم؟ اشهد انا اشهد يا ذيب، تشهد عليه؟ هو شوف المرة الأولى ما طلع وكان خايف، امسك الجوال خلنا معك، وكان خايف يعني من خايف العين والحسد، ما شاء الله تبارك الله. يلا عطهم إشارة أبو أيمن. وازحف، وهذه انا ثاني مره قلت لك الزحفه دي تاكل لك العزم. يلا ارجع. وحش وحش. ما شاء الله لا قوه الا بالله، انه والله ضاع عليك العزم في الزحفه دي، لكنك بطل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله.
يلا قول لهم اللي بينزل ينزل من هنا. مين هذا اللي غرز هناك؟ هكذا يا تمساح كسرت يدينا قدامه. لا يا شيخ صار يزحف. عطى اشاره يا ابو ايمن. يلا غيره اللي بعد اللي بعد. قل لي بلال اطلع، هذا اللي واقف وقف الخط. قول يا بلال اطلع. اختيار سيء للخط. وجي سعود ارفع رجلك. لا قل له يوم دعست غرزت في كسارة الموتر ذاك طاح على خشمه. منو سيارة طاح يا عال في سيارة. ايه يا ابو ادر هذا طاح على خشمه ذا. ما ادري السيارة اللي هناك اللي بعده يا عال ما وقف. يا اخي ليه يجون بشتله كذا؟ يا واد يا وحش انت اعطي منور يا ويلي. لا لا عنده مشكله ابو حسن. والله انه ماشي على اهله ويضرب الفليشر. يا الله والله تعبت يا شلنا التكايا يا اسمح له. بعد اسا هاي دقيق. والله ان كان عدسه فيها مشكله مع الغبار اللي في العصر ذا. شوفني منديل بس خلنا نمسح. لا مدلعهم انت. كفو يا سعود كفو كفو. عاش ابو احمد عاش. ما شاء الله تبارك الله. سنة سنة بس الصوت. يا اخي كلم بلال قل له لا تجي مع الخط هذا. الكاميرات عنده هواء مليان. لا لا الخط هذا مو سهل ترى. الله يجعل. حلو التقليعات. دلع دلع. دلع جابوا المصور كرسي. يا بلال لا تطلع من المسار اللي انت فيه هذا، خليك في الجهه اليسار. خليك في الجهه اليسار. صدق باقي لنا سنتين احنا والمسار كله هذا مضوي. وابو ريان يتقدم ولا ارى هناك ملامح الا سوى كشافين لد. لا لا هذا تعرف الابوات الديزل؟ السنابيك السنابيك الديزل ذا اللي جاء داخل المارينا. هاني نداوي؟ لا أربعة يقول لك. شفت أرجع نزل الهواء وشغل الموتر. والله يا نداوي زي حق الأبوات هذا حق الصيادين اللي جاء داخل المارينا. يعني مو جاي من هناك ولا ما تمام؟ الموتر كفو ما شاء الله مسوي. يا عيال من هذا المغرز مو قادر يطلع هناك الرنجلر ذا رصطان؟ يا رب سعود. أبو أحمد. يلا توكلنا على الله. وين ابو عامر؟ الله يكرمك.
شوف هناك. عطنا الجهاز. اشغل الموتور. واو كندا الحمراء جاكم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا ابو عامر. قلب الاسد. اللي من يدقق بوارد ذا؟ انا اول مره اشوف واحد حط مناكير في الجنوب. اطلع يا شباب بالله منديل منديل بالله خل مسح العدسة. احنا مجال يا نطلع من تحت. ها يلا بريان نطلع ولا خلينا نطلع بالله عدني شوف الشباب اللي جاسين عشان يا اخي تعال شوف لي الديزل. لا امشي معي قرب لا يا ابو بدر تصرف معاه. شرى كفتيرة. هذا منو؟ هذا جاز. يا عيال ليه تاخذون ملف؟ والله ياكل عليكم العزم ده. سلكنا لما خفت برضه. شوف كم حط الهواء. مره مره مرسم انا مره. لان امي تكون بواري ليش؟ عشان نداوي هنا. واحد ثقيل واحد ثقيل. عرفت اني ما ابغى تجي. انا بروح مسار ثاني. هيا وقف هنا وقف 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 قفل الجهاز. لا هذا يدمر. من هذا اللي جاي؟ والله المعترض هذا. حركة حركة هذه والله حركة ما تفهمون أنتم والله حركة. أخذ كذا بملف. هذه حركة. شوف هذه بعد حركة. معك وصفات الضباب. ارجع روس. جيبوا لي وين كبيرهم لعلمهم التطعيس. تعرف ليش يتعزمون في الطلعة؟ يبون واحد يكون طلع عشان يطلع وراه يكون خط سلك. دقيقة انزل اسلك لهم الخط. يسار ينزل يسار ينزل يسار. دقيقة لا تنزل. ينزل يسار من هنا. طاح طيحي طيحي طاح طاح طيحي يا ويلك يا ويلك ويلاه. بنجيب له البس هذا اللي تعلق وقاعد يقولون له طاح طيحي. بس هذا اللي سويته خبرتنا. ويحاول الكفرات نازله هو يطلع. طيب عبد ابو شد اطلع من النص ما تطلع لي من ورا من سنه اولى. هلا اقول لك وقف ما رضيت توقف. اصايح عليك بالجهاز ما تسمع انت قافل جهازك. قافل جهازك سلطان. ارجع نزل هواك يا سلطان. هاي سنب فمان لله نراك على خير. ويستعد عبد مشهد ياتي وياخذ المكان. هذا راح المكان الصعيب. يلا من عندك يا شنب. يلا قول له يطلع يمين. استنى طلع واحد ثاني منه. طاحت طاحت طيحي طاحت طاحت طاحت. اعطوه جلون بنزين. استطعنا لكن ما استطعنا. ليه ليه العنف ليه البور ذا؟
طيع طفو حن سلطان. يا طاقة وطحن حن سلطان. ويأتينا بالابتسامة أراه مبتسما هكذا. سلفرادو أنا ما أشوف له صوت. شوف هناك تحت. هذا منو ذا فواز؟ لا طار الشيف سيارة الشيف. أنه هو؟ إيهاب؟ إيوه إيهاب. يلا يا شباب سريع يلا 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 والله ترى جعان. المنطقة اللي هناك هذه منطقة اسمها الغولة، الغولة بعدها تجي منطقة خليص. إن شاء الله بإذن الله يوم نروح لها. ويستعد أبو محمد، كل ما استعد طلع واحد ثاني. والفجي الله تبارك الله. وحش يا ولد ما شاء الله. ذكر الله طيب ما شاء الله تبارك الله. ليه ليه كذا ليه كذا؟ وحش يا ولد ما شاء الله تبارك الله. والله انك بطل يا ابو عبد اللطيف ما شاء الله تبارك الله. طالع احذر على شوي وبعدين الداب باور بعدين الداب فل باور هنا ان شاء الله تبارك الله. ولد ليه نازل من هنا؟ ياسين هذول يلبش هذول هم يستقون الحين عشان نداوي هنا. ليه 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 الجعفات يمين يسار هذه والله تاكلك وحش. روح ارفع ارفع رجلك ارفع رجلك. ما شاء الله تبارك الله. انا قلت هالموتر ده في باور ما شاء الله لا قوه الا بالله الف من ذكر الله. لكن عيب وحاجه واحده يوم جرب معانا في الفعاليات هذه حقت الدفلوك الارتفاع عن الارض مره قليل. توكل على الله. طاحت والسروال جاكم وخروا وقفلوا بيبانكم. معك على الجهاز تعال لي هنا يمين لا تروح مع لي خط اليسار. اي انت تعال لي من الخط اليمين محل ما طلع ابو عبد اللطيف. ترى يسار لهم. سلطان تطلع ولا تجنب له انت؟ لا بطلع. بالنسبة لهم يمين. مين هذا؟ والله وحش يا ولد، والله العظيم انك بطل، ما شاء الله تبارك الله. تعال هنا يا زلمة لين رحت فلوق يا ويلي ويلا. حرام عليك والله خطك كان ماشي ما شاء الله. ترى قام من مكان مو سهل. بروح انا بس هذا دخل الاكسبيديشن. يا سعود تعال مع خط الاكسبيديشن بس تعال في نفس الخط لا تروح زيه. يلا يلا من اللي بينطلق هناك سلطان ولا مين؟ توكل على الله روح. تعال خذ اللي بعده سريع. كلم كلم من عندك. من عندك يا سوق. قول له وقف قول له وقف وقف يا سوق وقف وقف.
يلا قولوا كمل. وحش يا ولد. نعم اطلع عندك شد اطلع. خلوه هو يقول بطلع. لا يطلع يطلع والله يكفو. من المتعلق ذا؟ منو يا ابو احمد؟ راح يا وحش. لا 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 البور زايد هذا يطيحك. من اللي متعلق ابو احمد؟ شوف واحد معلق هناك اول جاء. وين متعلق؟ شوف مو متعلق هذا الابيض؟ ما هو متعلق هذا راعي سوزوكي متكي هنا جالس. امسى لابسه. مو متعلق انا اشر لكم. ما شاء الله تبارك الله. هلا. السلام. يكفيك خير ويكفيك شر يا سعود ما شاء الله. ذكر الله طيب يا جماعة الخير على سيارات الناس. حلال الناس الناس نفسها كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أنا كان شايف موتر صغير سيدان هناك صح؟ أطلع يا عبد الله أطلع. بالله إن كان موتر سيدان جاي هناك مشكلة. هذا مين؟ وينجعف ويطلع ويدق فليشر وما حد عنده فليشرات إلا بركان وكذاب وغير خطه. يا مسلم اللي تسوي ذا يا مسلم. ابو جوز والله وحش يا ابو جوز والله والله يبغى تركب زي بعد. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصراحة انك تغير خطه وتجي كذا والله انك بطل. يلا نادي من اخذ الجهاز من هنا. يلا اخذ الجهاز هنا. وي يا شوف الجهاز ابو احمد. اكيد اشبك. ما عندي دبل فاصل. طيب اشبك خلاص. جاي جاي. وما شاء الله اف جيات نزلت. يا مراد يا طارق هذا من هذا. تبارك الله. تعالوا لي كذا يا شباب بالله.